ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم حلقتنا. وصلنا معاكم لفقرة استشارتنا الطبية. استشارتنا الطبية النهاردة هتكون عن مرضى السمنة واللي بيعانوا من زيادة في الوزن وبيجروا يجربوا طرق كتيرة علشان يتخلصوا من الوزن الزايد ده، وللأسف أغلبهم بيفشلوا وبيحسوا بيأس كبير. وبنفضل نسمع مقولة نفسي أخس بس مش عارف، وصعب أخس وعندي وزن زايد وكتير جدا. فاحنا هنتكلم النهاردة عن الأسباب والخطوات اللي مش صح وبتتعمل أثناء الرجيم، وازاي نقدر نتجنب الاسباب دي والمريض ينجح في التخلص من الوزن الزايد. ومعانا ومنورنا الدكتوره دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا اميره. مشكله الخساسان بنتكلم فيها كتير مع بعض، وان الناس بيبقى عندها مشاكل كتيره في انها تخس. ايه الخطوات اللي انا واحده دلوقتي عايزه اخس بعملها تخليني ما اخسش؟ بعمل حاجات غلط ومفروض ان انا فاهمه ان هي صح؟ حاجات كتيره جدا جدا. اولا ان انا اصحى من النوم ما افطرش، دي 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 لا، لازم الفطار هو اللي بي بي بيعمل لي التمثيل الغذائي اليوم كله، هو اللي بيظبط لي الميتابوليزم والحرق اليوم كله. بس هي الفكره الفطار يبقى ايه؟ يعني ما اقولش فطار وبعدين الاقي كورن فليكس بالعسل، الاقي فول وطعميه فول وطعميه وبيض مقلي وكراسون ومربى واقول ان انا فطرت. لازم الفطار يبقى برضو فطار صحي. السلطه مثلا، السلطه طبعا كلها الياف وفيتامينز وحلوه قوي. يقول لك انا عايش على السلطه وما بخسش. الدريسنج اللي بتحط على السلطه ايه؟ يعني ناس بتحط بقى نص كيلو زيت زيتون. زيت الزيتون طبعا دهون صحيه جدا وحلو جدا، لكن زيت الزيتون ما خلصوش واقول ان انا عامله دايت، لانه كل سعرات حراريه. ممكن اقول السناكس اللي بين الوجبات، كيس شيبسي ده فين فين الدايت؟ في كيس شيبسي ده فيه شوفي كم سعر حراري. الاكل قبل النوم غلط، عدم شرب الميه يتخن. فيتامين د لو واقع يتخن، لازم فيتامين د يبقى على الاقل نسبته 20. كل الحاجات دي مش صح خالص. والناس فاكره ان هي بقى اصحى من النوم ما افطرش يبقى انا اخس، لا، الفطار مهم. الفطار الصحي هو اللي بيظبط لي عمليه التمثيل الغذائي اليوم كله. مظبوط. ايه الطرق الصح؟ احنا دلوقتي قلنا الحاجات الغلط، ايه الطرق الصح اللي اعملها علشان انجح الدايت بتاعي؟ الطرق الصح، اولا في ناس بتعمل دايت، بعض الناس بيعملوا دايت بيحرموا نفسهم من الاكل تماما عشان ينزلوا مره واحده. انا مش مع النزول مره واحده، ومش مع ان انا احرم نفسي من الاكل، لا، انا اكل كل حاجه بس اقنن كميه الاكلات وازود في اكلي البروتين والالياف وأقلل النشويات. طيب أنا هتكلم على الناس اللي ما بتقدرش تتحكم في شهيتها. وأعتقد أكثر من 70% مننا بيبقى صعب أن أنا أقدر أتحكم في الشهية بتاعتي. أعمل إيه؟ أستخدم منتجات أو مكملات غذائية تقدر تحجم لي وتقنني الشهية بتاعتي. زي إيه؟ زي كورس بيستا. كورس بيستا طبعا هو من إنتاج شركة بايو ناتشرالز، كورس آمن ومرخص من وزارة الصحة المصرية، والفيتامين ألبا مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء. وبقول ليه فيتامين؟ لأن أي حد لا بيخس وهيقلل أكله لازم يعوض نقص الفيتامينات بمالتي فيتامين. طبعا أنا شايفة الكورس على الشاشة. أول منتج عندي هو بيستا، هو اللي مسؤول عن إنقاص الوزن. طيب اشمعنى بيستا؟ انا بقول الافضل في انقاص الوزن عشان عباره عن الياف. الالياف لما بتيجي باخد بيستا يا كيس يا اتنين يا ماكسيمم ثلاثه في اليوم قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه على كوبايه ميه، مش بق بقى، لا، كوبايه كبيره، واقعد ادوب كويس قوي عشان الالياف اللي داخل بيستا من رده الشوفان، من قشور السيليوم، من رده القمح بتمتص الميه دي. فلما باجي اشرب بيستا بالميه بتعمل زي بتنفش في المعده وبتعمل حجم مولكل كده. فلما باجي اكل ما الاقيش نفسي باكل كل الكميات دي. ومهم كمان في موضوع الاكل، ما اكلش بسرعه بسرعه بسرعه. ناس انا من الناس كنت بسرعه لو انا جعانه لازم اكل بسرعه. مهم ان انا اكل بالراحه، لان هرمون الشبع الليبتين بيتفرز بعد تلت ساعه من الاكل. يعني ممكن اقعد بعد تلت ساعه لنفسي
هموت فطسان، يعني اكلت كتير قوي، اكلت زياده عن اللزوم. فلما باكل بالراحه ده صحي اكتر. فهوصل لنقطه الشبع من غير ما اكل كتير. بالظبط بالظبط. فانا باخد بيستا قبل الاكل بنص ساعه، بدوبه على كوبايه ميه، هو طعمه عصير تفاح، مش حاسه ان انا باخد حاجه مره خالص. حلو. ولما هاجي بقى اكل هلاقي نفسي باكل ربع كميه اللي باكلها. وبتكلم بخاطب الناس اللي بتحب تاكل بالليل، ناس كتير متعتها قدام التلفزيون بالليل اقعد انقنق بقى في اي حاجه. لا، بدل ما نقنق اخد بيستا، حتى النقنقه بتاعتي نقننها، لان خطر جدا ان انا اكل وانام. ناس كتير ما تعرفش تنام غير وهي ماليه معدتها. احلى حاجه النقنقه، صح؟ فبرضه بيستا نقدر ناخده بالليل عشان ما اكلش كتير. ده اول منتج عندي عباره عن الياف، عباره عن فيتامين سي. فيتامين سي احنا عارفين ان فيتامين سي مناعه عاليه، اعاده امتصاص او زياده امتصاص الحديد، واعاده بناء الكولاجين. اوكي. بنلاقي الكوزماتكس كتير مبنيه على الكولاجين، لان الكولاجين من اهم بروتينات جسم الانسان، ومن اهم البروتينات لصحه ونضاره بشرتي. انا عايزه اخس ما احسش ان وشي تعبان. اكيد. عايزه اخس ما احسش ان وشي دبلان ما فيهوش نضاره. الكولاجين لما بعيد بنائه بتلاقي نضاره في بشرتي. فاوريدي بيستا وحتى الب مالتي فيتا اللي اتكلم عنه داخله فيتامين سي، وفي دراسات اثبتت فعاليه بيستا لحرق الدهون كمان. فطبعا يبقى اول منتج عندي في الكورس بيستا، وداخله كمان كروميوم. تاني منتج عندي مهم قوي امشي عليه وقت الدايت هو اي ال بي مالتي فيت. طبعا زي ده اللي هو موجود على الشاشه بالظبط. الب مالتي فيت من اقوى المالتي فيتامينز اللي موجوده، لانه فيه 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن المسؤوله عن الطاقه، مسؤوله عن المناعه، مسؤوله عن جمال البشره، مسؤوله عن صحه الشعر وصحه الضوافر ودعم عظمنا، لانه داخله كالسيوم. وكمان داخل الكورس في الجرين كوفي، القهوة الخضراء اللي مسؤولة عن زيادة الحرق. وبيطلع كمان مع الكورس هدية فيتامين دال. فيتامين دال مهم قوي 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 للحياة عامة، واكثر من احنا كستات معظمنا، يعني ممكن اقول 90% مننا عندنا نقص في فيتامين دال، لان فيتامين دال مصادره مش كتير في الاكل، وبينتج عن طريق الشمس، واحنا في الشتاء ما بنقعدش في الشمس، فاوريدي بيبقى عندنا نقص في فيتامين د. ففيتامين د مسؤول عن المناعه، وبتلاقي بنات كتير كمان لو عندها مشكله في المود سوينجز، يعني شويه بيبقى عندها نقص في فيتامين د كتير ما يعرفوش. فلازم برضو نعمل مونيتور لفيتامين د، ده مهم جدا. ماشي يا دكتور. اي حد دلوقتي بيسمعنا وبنتكلم عن كورس وبيستا وكده هيقول لك طيب ده اول سؤال هيتسال، هيخسسني كام كيلو في الشهر؟ لا، هو هيخسس كويس قوي، وبطمن كل الناس ان الساده العملاء عندنا من الستات والرجاله خسوا. انا ما اقدرش اقول لك، ممكن اقول لك مينيمم 6 7 كيلو في الشهر، ده اقل حاجه، لكن كل واحد بيخس. في ناس خست فوق ال 15 كيلو في الشهر. أوكي. في ناس خست 8 كيلو. في ناس خست 6 7 كيلو في الشهر، لان الراجل غير الست مثلا، الراجل بيحرق اسرع. في ناس بتاخد الكورس وبتتمرن معاه او بتلعب رياضه خفيفه يخسوا اسرع من يعني لكل واحد ليه لايف ستايل معين. يمكن احنا في صور اهي. قبل وبعد. طبعا قبل وبعد. وعايزه اقول لك في شباب كتير للاسف دلوقتي بيعاني من السمنه. وهنا برضو قبل وبعد، هي ما كانتش تخينه قوي في الصوره، بس مهم قوي ان انا هنا كمان قبل وبعد. طبعا هنا باين اكتر، وناس تانية صح؟ طبعا. وعايزه اقول ان شركه باي ناتشرالز هنا، طبعا الصوره دي باين واضح قوي فيها البيفور والافتر، يعني شركه باي ناتشرالز هي الوكيل الحصري، احنا ما عندناش اي منفذ بيع خالص غير الارقام اللي ظاهره على الشاشه. يعني اي حد عايز يجيب الكورس يتواصل على الارقام الموجوده على الشاشه، يتواصل على الارقام او يتواصل على صفحه الفيسبوك اسمها بايوبيستا. وشركه باي ناتشرالز موفره فريق طبي كامل لمتابعه الحاله كل اسبوع. وبطمن السادة العملاء أو أصحاب الأمراض المزمنة أنه مناسب جدا لمريض السكر ومريض القلب ومريض الضغط ومريض الكوليسترول.
احنا لسه هنكمل كلام، لكن عندنا بس خبر سريع. كابتن محمود الخطيب اجتمع مع اللاعبين، عمل جلسة مع اللاعبين وقال لهم انا ثقتي فيكم كبيرة، ولكن والجمهور يستحق منكم الافضل. ده يمكن من دقائق يعني، فبإذن الله ان شاء الله اللعيبة تطلع على، وان شاء الله انا واثقة في ده، على نفس قدر ثقتنا فيهم وثقة كابتن محمود الخطيب وثقة كل جماهير النادي الاهلي بإذن الله. نرجع نكمل كلامنا عن بيستا والفيتامينز. ناس كتير ممكن تقول لك انا هل ده فات بيرنر، هل ده بيحرق الدهون؟ احنا عايزين نقول لهم انه الفرق بين الفات بيرنر وبين انه هياخد حاجه هتملى معدتي. بيستا عباره عن الياف، فهي الالياف هي اللي بتملى المعده، هو ده اللي هيحسسنا بالشبع. عندنا المنتج اللي بيساعد على حرق الدهون زي القهوة الخضراء، بس بياخد منه قرص واحد عشان ما يعليش الهارت ريت بتاعه، ما يعليش معدل ضربات القلب، نبضات القلب. هي بتبقى قرص واحد بس في اليوم، وبيبقى حلو، وبيبقى يعني صحي ومفيد جدا كمان. يعني هي القهوة اصلا من الحاجات المفيدة وبتساعد طبعا جدا في الحرق. نسمع عن الشاي الاخضر كمان، نسمع عن الشاي الاخضر والقهوة الخضراء بالظبط. لكن الزيادة يعني مثلا الشاي الاخضر حلو قوي ان انا اخد 1 كاب او 2 كابس فقط، اكتر من كده يعني في ناس يقول لك الشاي الاخضر بيحرق دهون فاخد اشرب خمسة وبعد كل وجبه يشرب شاي. لا ده مش صحي. غلط. لا لانه ممكن يعلي له الهارت ريت بتاعه او نبضات القلب. فهو كفايه 1 او 2 كابس زي القهوه العاديه على فكره. يعني القهوه العاديه سلاح ذو حدين، مفيده جدا وانتي اوكسيدنت لكن لو شربنا 5 6 فنجان واحد في اليوم، فنجان واحد يعني لو انا كيفت قهوه قوي فنجانين، لكن اكتر من كده بدخل في حاجه اسمها كافيين توكسيستي، احنا مش عايزين نخش في الحته دي. حلو قوي. في حاله من اللي استخدموا الكورس، خلينا نروح نشوفها ونرجع تاني. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي اي عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، 3 وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ. يعني ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل، يعني وجبات قليله. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. يعني فرق فظيع طبعا، يعني تحسي فعلا دي ام دي، صح، واحده تانية، صح. حلوه النتائج دي، برده هتشجع برده اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ان هم يشوفوا فعلا قد ايه ان المنتج بيسد الشهيه، ودي اهم حاجه في التخسيس. عندنا شويه اسئله كده في السوشيال ميديا عايزين نسالك عليها. عندنا نور محمود بتقول انا كنت بعاني من مقاومه الانسولين وكنت زايده قوي في الوزن وجربت كل الطرق علشان تخس بس مفيش فايده. هل الكورس ده مناسب ليها؟ مناسب ليها جدا، لان الكورس مناسب ليها والناس اللي عندها مقاومه انسولين والناس اللي دخلت اصلا في سكر، مناسب ليها جدا. تقدر تتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، هتلاقي فريق طبي بيتابع معاها كل اسبوع هي خست كام كيلو. من اول اسبوع بضمن لها انها تخس كويس قوي، وانس انها خست من اول اسبوع هتلاقي نفسيتها احسن بكتير. طبعا اكيد. تاني كيس هو او سؤال، منير يوسف بيقول انا طول عمري مهتم بلياقتي البدنيه بس للاسف جالي السكر فجاه، ومن وقتها بطلت العب رياضه او اي حاجه، وده زود وزني قوي وعايز حاجه تنزل وزني بس تكون امنه علشان عنده سكر. كورس بيستا من انتاج شركه بايو ناتشرالز، اقدر اقول انه امن جدا. بيستا مرخص من وزاره الصحه المصريه، ورقم الترخيص كمان بيطلع على الشاشه. وعندي كمان الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، هيبقى امن معاه جدا. وما دام عنده سكر وتخن، مهم قوي مع روشته الدكتور الخسسان. اي حد مريض سكر نوع تاني مع روشته الدكتور من اهم علاجات السكر
انه يخس. يعني هو ده هيبقى برضو بالتنسيق مع الدكتور، يعني طبعًا. الناس تبقى مطمنه ان شاء الله. عندنا حاله تانية، نرمين فؤاد: انا بعاني من الوزن الزايد بعد الولاده، وده طبيعي. ده يعني طبيعي. حاولت انزل وزني كتير، بس المشكله ان سرعه الحرق عندي قليله. فهل في حاجه في الكورس ده تفيدني او تناسبني؟ بيست هيفيدها جدا. هي مدام بعد الولاده امن جدا، لان مفيش ست حامل بتاخد منتجات تخسيس، هي الحامل عشان الرضاعه عشان كمان. لا هو امن كمان للرضاعه. بقول على البنت السيده الحامل ما بتاخدش حاجات تخس فيها، لكن هي بعد ما بتولد وطبعا تخنت، لو هي تخنت جدا مهم ليها المالتي فيتامين، مهم ليها الفيتامينز، مهم ليها بيستا جدا، والقهوه الخضراء هتساعدها جدا في حرق الدهون. فاوريدي كورس بيستا هيبقى مناسب وامن ليها جدا. حلو حلو قوي. مريم عماد بتقول ان هي بتعاني من سمنه مفرطه بقى لها سنتين لحد ما جالها الغضروف ومش بتقدر ان هي تتحرك. الدكتور قال لها لازم تخس متوسط 4 كيلو في الشهر على الاقل. بتقول لك تنصحيها بايه؟ ده 4 كيلو في الشهر هيبقى سهل قوي. يعني احنا ايوه الارقام اللي بتقوليها بصراحه هيبقى سهل قوي انها تستخدم كورس بيستا، هتلاقي اكتر من 4 كيلو كمان في الشهر، وهتتبسط جدا من النتيجه. واكيد اكيد التخن بيعمل مشاكل في الغضروف وبيعمل مشاكل في العظم. فبنصحها من ساعه ما شافتنا تتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. هتلاقي فريق طبي متواصل معاها بيحسب لها البادي ماس اندكس. مهم قوي ان انا احسب البادي ماس اندكس، اعرف انا من 25 ل 30 بعد النتيجه، ولا من 30 ل 35، ولا فوق البادي ماس اندكس بتاعي فوق ال 40. لازم اعرف قد ايه. الفريق الطبي اللي بيقدر يعمل الحسابات دي ويقدر يتابع الحاله بنفسه. يا ريت تكلمي عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، هتلاقي نتيجه مبهره مع كورس بيستا. الوكيل الحصري لهذا الكورس هو شركه باي ناتشرالز. اكيد بالظبط كده. طب يا دكتور عايزين نتكلم معاكي، يعني نرجع شويه لورا. ساعات المريض نفسه ما بيبقاش باين عليه ان هو في مرحله من السمنه، بيبقى شكله عادي. ازاي الناس تعرف انها محتاجه تخس؟ يعني يمكن حضرتك دلوقتي قلتي بتحسب حاجه اسمها البادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس الوزن بتاعي على مربع الطول بالمتر. يعني سي مثلا وزني 70 اوكي، طولي 165، فانت بتقسمي ال 70 على ال 165 في 165 بيطلع رقم. بتقسمي الوزن بتاعك على الرقم ده. الرقم ده لو اقل من 19 انا في نحافه، لازم اتخن. اوكي. ال 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 النورمال رينج عندي من 20 ل 25، انا كده في النورمال. من 25 ل 30 انا اوفر ويت بسيط، لكن مش خطر، يعني مقلبظه بقى شويه. أوكي. مقلبص شويه لكن أوكي. مش التخن. يعني من 30 ل 35 انا دخلت في تخن، دخلت في سمنه. من 35 لل 40 لفوق ال 40 انا في سمنه مفرطه، لا مجال، لازم اخس. فاي حد مش عارف هو رفيع او هي رفيعه ولا تخينه ولا محتاجه تخس، تحسب معانا الكالكوليشن اللي انا قلتها، وهتعرف هي من 25 ل 30 نورمال، من 30 ل 35 اوفر ويت بسيط، من 35 ل 40 اوفر ويت، من 40 بقى فيما فوق انا في سمنه مفرطه. عايزين ننصح الناس بدايه هندا، ده بنعمله في لما بنتمرن، بنعمل ده نشوف العضل قد ايه، الفاتس قد ايه. ده بجهاز ساعات بيبقى الواحد شكله رفيع بس عنده دهون زياده في جسمه. ده في ناس كتير رفيعين وبييجوا يعملوا تحليل دهون ثلاثيه وكوليسترول بيحصل فعلا. بالظبط. اخيرا دكتور، الكويس احنا اتكلمنا عن كويس في حاجات كتيره جدا تساعد الناس ان هي تخس. عايزه اعرف من حضرتك الكويس ده بيكفي مده قد ايه، لانه انت عارفه انه الجزء المادي عند الناس كلها بالذات في السبلمنتس بيخافوا شويه، يقول لك ده هيبقى غالي، ده انا هجيب كتير، ده مش عارفه، مش عايزه اعود جسمي عليه عشان ماديا ممكن اصرف فلوس كتير. عايزاكي تشرحي لنا برده بوينت. الكورس بيكفي شهر. السعر رائع، السعر متناول الجميع بلا استثناء الحقيقه. اللي عايز يعرف ثمن الكورس كمان يقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، هيلاقي السعر اقتصادي ومناسب لكل الناس. وطبعا شركه باي ناتشرال كمان موفرة مناديب في كل محافظات مصر. احنا عندنا عملاء من الصعيد، عندنا عملاء في المنوفية، كفر الشيخ، الغردقة، شرم الشيخ، كل ومصر بكل مدنها بنوصل لحد باب البيت. والسعر كويس جدا، مناسب لكل الناس فعلا بلا استثناء. هايل، انت نورتينا كالعادة. ويا رب كلنا نخس وكلنا صحتنا تبقى كويسة. يا رب. ان شاء الله. بشكرك جدا يا دكتور، كانت منورانا دكتورة دينا ابو السعود. ان شاء الله تبقى معانا في حلقات تانية. خلصت حلقتنا، استنونا في حلقات تانية كتير من الحريق. باي.